هم رفقاء يعني في الحقيقة. ما فهمناش، نحن نكيل كل الاحترام للشعب المغربي والشعب الإماراتي، ولكن النظامين اللي مثلهم الملكين على ما أظن اليوم العلاقات الجزائرية من المفروض مع هؤلاء البلدين تكون أسمى باعتبار أن العلاقة مع الشعبين، وبالتالي على ما أظن فيه توافق بين نظامين من أجل تقويض دور الجزائر، ولكن هيهات الجزائر عصية عن يعني كل الممارسات وعلى كل الأشياء التي تريد أن تقوض من مكانتها ومن قراراتها السيادية، وخاصة بالنسبة إلى رؤية نحو القضايا العادلة وإلى قضايا التحرر، لأنها مسقية بالدماء نتاع الشهداء ومسقية بتاريخ كبير ما يمكنش أن الجزائريين أنهم يتناساوه، وما يمكنش كذلك المسؤولين الجزائريين أنهم يبتعدوا عن طموحات وأمال الشعب الجزائري. آخر صورة ممكن تشاهدها.